السلام عليكم. طريقة إيجاد عدد ساعات العمل لكل موظف في برنامج الإكسل، فيلا بنا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهيب فؤاد من اليمن. هذا السؤال تكرر على التعليقات الموجود في قناتي على اليوتيوب، كذلك في صفحتي على الانستغرام، وهو طريقة إيجاد عدد ساعات العمل لكل موظف في برنامج الإكسل. هنا عملت جدول بشكل سريع، اسم الموظف، أدخلت موظفين، هنا ساعات الحضور، هنا ساعات الانصراف، هنا عدد ساعات العمل. طبعا ممكن تقوم بإضافة تاريخ، هنا تدرج حق insert وتضيف التاريخ 1/9/2021 أي تاريخ، ومن ثم تسحب. ضفت تواريخ عشوائية، ساعات الحضور، ساعات الانصراف. قبل ما تقوم بإدخال ساعات الحضور وساعات الانصراف، تظلل على ساعات الحضور وساعات الانصراف على عدد حقول الموظفين، ومن ثم تذهب إلى خيار الهوم الصفحة الرئيسية، تذهب إلى خيار النمبر، ومن ثم تختار هذا الليست، تختار مور نمبر فورماتس، تنزل إلى خيار الكستم، ومن ثم تنزل إلى هذا الخيار، ركز هذا الخيار HMMAMBM، ومن ثم تختار أوكي. حاليا تقوم بإدخال ساعات الحضور، على سبيل المثال أدخل ساعة الحضور الساعة 8 صباحا، لاحظ AM 7 صباحا، AM 6 صباحا، AM 9 صباحا. حاليا سوف أقوم بإدخال ساعات الحضور بشكل سريع من أجل أن لا يطول حجم الفيديو ولا يمل المشاهد. أدخلت ساعة الحضور، ساعة الانصراف على سبيل المثال سوف أقوم بإدخالها بشكل سريع، هنا لاحظ AM، أحولها فقط إلى PM، ومن ثم أسحب PM، لكن أقوم بالتعديل 5 6، هنا 3، هنا 2، هنا 4، هنا 3.5 PM، وهنا 4.5، وهنا 2.5. قم بإدخال ساعات الحضور وساعات الانصراف. حاليا أريد أن أقوم بإدخال عدد ساعات العمل. طريقة إدخال عدد ساعات العمل، كم الموظف اشتغل ساعات في اليوم؟ تذهب إلى أول خلية وتختار من لوحة المفاتيح على زر يساوي إكوال، عدد ساعات العمل يساوي عدد ساعات الانصراف ناقص عدد ساعات الحضور، من ثم إنتر، طلع لي 8 AM. حاليا لو سحبت إلى آخر خلية، لاحظ طلع لي 8 ساعات، لكن AM 7 ساعات، AM 9 ساعات، AM. حاليا أظلل على الخلايا كامل، ومن ثم أذهب إلى الهوم الصفحة الرئيسية، نفس التبويب، ومن ثم نمبر، أذهب إلى خيار مور نمبر فورماتس، أذهب إلى خيار الكستم، أنزل إلى خيار هذا الخيار، لاحظ HMMSS، لكن تقوم بحذف SS وتختار أوكي. هذا الموظف اشتغل 8 ساعات، هذا 7 ساعات، هذا 9 ساعات، هذا 10 ساعات. حاليا أريد أن أقوم بجمع عدد ساعات العمل لكل الموظفين. أذهب إلى آخر خلية من الصفحة الرئيسية الهوم، قد تكون أنت على هذه الصفحة Insert أو على هذه الصفحة Big Layout، تذهب إلى خيار الهوم الصفحة الرئيسية، تختار Auto Sum، ومن ثم تختار إنتر، طلع لي 65 ساعة، كل الموظفين اشتغلوا في اليوم 65 ساعة. لو ظللت من بداية أول موظف إلى نهاية آخر موظف، لاحظ هنا 65 ساعة السم الإجمالي وعشر دقائق. بعض الفيديوهات الموجودة في اليوتيوب تشرح هذه الطريقة، لكن بعض المستخدمين لا تظهر معه هذه النتيجة. في حالة لم تظهر لك النتيجة الموجودة هنا، لاحظ لو ظللت ظهرت عندك السم 65 ساعة وعشر دقائق، وهنا إجمالي عدد الساعات ظهر خاطئ. كل ما عليك إلا أن تذهب وتقوم بتعديل تنسيق الخلية، خلية الجمع، تذهب إلى الهوم، ومن ثم تذهب إلى خيار النمبر، تذهب إلى هذا الخيار مور نمبر فورماتس، تذهب إلى الكستم وتختار HMM، قد تكون عندك H بين قوسين MM نقطتين SS، أنت تقوم بحذف SS وتختار OK، سوف تظهر معك هذه النتيجة بالشكل الصحيح. حبيت أن أركز على هذه الطريقة الأخيرة، وهو مجموع عدد الساعات، لأن أغلب الفيديوهات في اليوتيوب لا توضح هذه الطريقة، فبالتالي يقوم المستخدم باتباع الفيديو الموجود في اليوتيوب، ويقوم بإيجاد عدد ساعات العمل بناء على ساعات الحضور وساعات الانصراف، وعندما يقوم بجمع عدد ساعات العمل تظهر له النتيجة بشكل مختلف. كل ما عليك أن تقوم بتنسيق الخلية المراد الجمع فيها.
هذا التنسيق من كاستم اتش نقطتين ام ام وتختار اوكي. طبعا الى هنا لازم انهي الفيديو. اذا عجبك الفيديو يا ريت ما تحرمنا من زر لايك، ايضا شير لهذا الفيديو، ايضا اذا كنت غير مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس من اجل ان يوصلك كل فيديو جديد اقوم تنزيله على هذه القناه. كان معكم مهي فؤاد من اليمن، في امان الله.